بالنسبة لأول ثلاثة مثل ما شايفين ما اضطريت أقول لك تيوب، مع إنه فينا نشتغل على اللك تيوب، بس أنا في عندي رول هلا حذكر فيها هون. شو دي. أنا شو هن القاعدات اللي حاستعملهم هلا بهذا السؤال؟ اللي امبارح ما استعملناهم هن قاعدات الاكسبوننشال. في قاعدة بارتيكولار كيس هي اي باور اي اكس بلس بي، هاي اللي فينا دغري بدون ما نقول لك تيوب فينا دغري نستعملها 1 اوفر اي اي باور اي اي اكس بلس بي دغري فينا نستعملها، مع انه هي هيدي جاي من ورا الاي باور يو. يعني انا في عندي تلميذ بصف الفرنسي لهلا خلص بحب يشتغل على الاي باور يو، ما بده يحفظها، يعني بسمي اليو هاي مثلا وبيطلع عنده اليو برايم، بتطلع عنده هون اللي هي يو برايم اي باور يو دي اكس. هون لتفهم بس من وين اجت اللي فوق هي اي باور يو، هي اجت من ورا انه اذا سمى التلميذ يو اي اكس بلس بي رح يطلع اليو برايم هي اي، يعني الاي هي يعني ال1 هي شو بتكون هون اللي مضروبه فيها 1 اوفر اي يو برايم، فهمتوا كيف؟ فبتصير لبرا 1 اوفر اي، عشان هيك هي اجت 1 اوفر اي. يعني بس لتفهم انه هاي هي بارتيكولر كيس، هي هيدي القاعده العامه، فهمتوا؟ يعني حتى في كثير اساتذه ما بيعلموها لها اللي فوق القاعده، خلص بيقولوا للتلميذ لا تيو بيطلع عندك. بس هيدي يمكن لانها كثير مطلوبه، كثير بتنطلب انه اكسبوننشال باور ديجري 1، فبنقدر نعطيها للتلميذ از ما فيها شيء. اوكي؟ بس هن اول اثنين هن وحده نفس القاعده. هلا هيدي انت بتضطر تشتغل فيها مثلا هلا مثل البارت 4 بعد شوي. لما بتصير اليو بتبطل بولينومير ديجري 1، بتصير شيء ثاني. يعني بتصير فانكشن فيها لوغاريتم، فانكشن فيها ديجري 2 اتسترا. فهمتوا كيف؟ ساعتها بتضطر تستعمل هيدي الرول. بس هيدي هي الرول الاساسيه. وحنستخدم كمان باخر 3 بارتس هيدي القاعده اللي كثير مهمه اللي هي يو برايم اوفر يو بيطلع عندنا لان اوف. طيب هولي هن القاعدات الثلاثه اللي حنستعملهم هلا لهذا السؤال. اليو برايم تايمز يو باور ان هلا هون مش مارق. انه بالاكسبوننشال قليل ما تعتبره هون بالبولينوميال. ماشي؟ طبعا بلس سي كلهم هولي اذا ما عندي ديفاينايت. وطبعا ما ننسى القاعدات الاولى تبع اول تيبل اللي هن انتجرال اكس باور ان دي اكس اللي هي شو هي دايركتلي. انتبهوا يمكن جيب لكم سؤال هيك انا، يعني يمكن يكون واحد من الاسئله ما يكون فيه ما يكون على اليو، يمكن يكون هيك بولينوميال مثل هو اول اشتغلناهم اذا متذكرينهم. يعني اول اكزامبلز اشتغلناهم على هول اللي فيهم اكس بس، يعني فراكشن مثلا بتقسمها بيطلع عندك شكل اكس باور وبتطبقها لقوام اكس باور ان بلس 1، يعني هي سهله بتكون عارف. فهمتوا كيف؟ فاوقات بنضطر ندخلهم كرمال التلميذ ما ينساهم لهول. ماشي؟ هلا انا مدخلهم هون مثلا، مدخلهم كجزء باول ثلاثه كلاسي. وطبعا الانتجرال للكونستانت شو هي؟ كمان هيدي المفروض نكون عرفنا صرناها. يعني هول اصلا فيكم تعرفون انتم قائمتي دربتهم هي كي اكس. على فكره في شغله بس بدي اقول لكم عنها كمان، نحن اول جزء من الدرس ممكن كمان ما بقى سؤال عليه هلا انتبهت، اول جزء لما انا بعطيك الفانكشن بقول لك برهنها انتي ديريفيتيف، يعني بس بتعملوا ديريفيتيف لها بتطلع ايكوال للثاني، كمان هولي ما تنسون يعني هيدي ما فيها كالكوليشن انتيجر. عرفتوهم؟ يعني لما بعطيك تو جيفن فانكشن بقول لك برهن انه وحده منهم هي انتي ديريفيتيف للثاني، ساعتها بس بكفي برهن الديريفيتيف تاعيتها بتساوي الثاني. هولي كمان حلينا عليهم اكزامبلز باول بلشنا. ماشي؟ طيب يعني اذا لقيت لهم محل ممكن ندخل بالامتحان شيء تو بارتس منهم. طيب هلا بنرجع لهم. انتجرال للاولى هيدي بتوين 1 اند 2 هيدي كلهم حلينا مثلهم بالانديفاينايت انتجرال، هلا الفرق حيطلع لي نمبر. انتجرال 2 اكس ماينس 1 بلس اي تو ذا باور اكس ماينس 1. بنقسم الانتجرال، انتجرال للسام هو سام للانتجرال، يعني انتجرال لل 2 اكس هي دايركتلي اكس سكوير، هيدي بظن صارت واضحه. او فيك تحطها 2 اكس سكوير اوفر 2 ما فارق معي، بترجع تعمل سمبليفاي. اوكي بس بظن الكل صار بيعرف انه ال 2 اكس هي الديريفيتيف للاكس سكوير وال 1 هي الديريفيتيف للاكس، وبالتالي الانتجرال لل 1 هي اكس. ماشي؟ يبقى عندكم هاي يلا انتجرال لاي باور اكس ماينس 1 طلعت هي ذاتها اي باور اكس ماينس 1. ليش؟ لانه مسائب الكوفيشن للاكس هون قد ايه بيساوي؟ 1. اوكي؟ يعني هي المفروض 1 اوفر اي، يعني 1 اوفر 1 1 اوفر اي يعني 1 اوفر 1 بس 1 اوفر 1 هي 1. وامبارح اعطيتكم اياها مثل القاعده انا، يعني لما بتكون الاي ايكوال تو 1
فيكم تحطوها اوام اي تو ذا باور اي اكس بلس بي، ولما بتكون الاي كمان ماينس 1 فيكم تحطوها اوام ماينس اي تو ذا باور اي اكس بلس بي. يعني هولي كمان بارتيكولر كيس فيكم تعملهم سنه على فكره، بس انا مش حابب زيد القاعدات، هي الفكره بس انه هيدي مانتلي ما بدها شيء 1 اوفر اي يعني 1 اوفر 1 وبالتالي بتختفي بتطلع بتضل هي ذاتها اي باور اكس ماينس. هذا اهين انواع الانتجريشن، ما في شيء. هون في حدا سؤال يعني انحلت معكم باول ستيب او خلص بتعملوا هلا سبستيوت، اول مره بتحطوا محل الاكس 2 هيدي كلها بتوين براكتس ما نحطها بتطلع 4 ماينس 2 بلس اي، وبحيث حطينا محل الاكس 2 رجعنا حطينا ماينس فتحنا براكت ثاني بتعمل حط محل الاكس هلا 1 بتطلع 1 سكوير يعني 1 ماينس 1 بلس اي تو ذا باور 0. هون انتبهوا بيقولوا حركه مثل 0 بيقول انه هي راحت، هيدا الشيء صحيح ما عدا بالاكسبوننشال، بالاكسبوننشال ما بتروح. اي باور 0 قد ايه؟ 1 كل هالشغله، يعني هلا بعد شوي خاصه هون فكره التلميذ حتروح ال 0. هيدا اي باور 0 هي 1. هلا بتظبطوها، هي راح تطلع عندكم 2 بلس اي هيدا، هنشيل البراكتس اكيد، هيدا ال 1 ماينس 1 طارت هون، هون بقي عندكم جوا بلس 1، في برا ماينس بتصير ماينس 1. 2 بلس اي ماينس 1 طلعت اكزاكت فاليو 1 بلس اي. هلا انا مسؤول بس عن هذا الجواب. يعني انا كتلميذ فيني بس احط 1 بلس اي بالامتحان ما في مشكله، بس اذا بدي قارنه مع الجواب على الكالكوليتر، لانه التلميذ عاده بيحب يتاكد انه شغله صح. هلا طبعا بكره بالامتحان مش كل انتجرال بتعرف تتاكده منه، يعني عشان الا اذا انت خلصتهم كلهم، يعني انا بنصحكم تحلوهم كلهم بالوقت الباقي اذا بقي عندك شويه وقت، ساعتها بتجي انت بتتاكد من الانتجرالز اللي انت شاكك فيهم. فهمت كيف؟ كرمال ما تضيع وقت، يعني بالنهايه هي بتاخذ وقت على الكالكوليتر كمان، انتبهوا. يعني انت لما تيجي تدخل المعلومات كلهم هوني بالكالكوليتر بدها تاخذ لها وقت، حتى لا يطلع الجواب بده وقت. ايه يعني انت هوني 1 بلس اي بدك تحسب الجواب هون وترجع هونيك تحسب الجواب بالضبط مثل ما قال زكريا. في انواع فانكشن بياخذوا وقت على الكالكوليتر، يعني بتاخذ لها وقت شي 15 ثانيه او 20 ثانيه لتعطيك الجواب. اوكي فهلا بننصح احنا فيه هون انه بالاشياء اللي بدنا نتاكد منها بس مش اكثر. ماشي بكل الاحوال هوني انا حسبتها تطلع على الديسيمال 3.71. إذا بتجي أنت هلا بتحسب هيدي كلها على الكالكوليتر حتطلع معك كمان 3.7. هيك بس بتطمن إنه أنا شغلي صح. أوكي؟ نفس الشيء حتشوفه هلا البارت 2 والبارت 3. بس ليش حطيت منهم أنا ثلاثة بارتس هون السؤال؟ حطيت منهم لأنه هذا النوع من الفانكشن كثير بينطلب، يعني كثير في أنواع فانكشن هيك بيكونوا هن، وبس بدك تجيب الأريا بكره الجمعة الجاية حنتعلم الأريا إن شاء الله رح ناخذها. بس راح تجيبوا الاريا حتشوفوا بكره انه انت بحاجه لتحولها لانتجرال بتوين تو نمبرز، وبالتالي اذا عندك الفانكشن يعني الاف اوف اكس اذا كان شكله هيك بدك تعمل انت انتجرال لهيك، فانت هذا النوع من الانتجرال بكره كثير رح تحل منه كرمال هيك عم تدرب عليه. اوكي فهيدي الثانيه بسرعه ماينس 3 بتصير ماينس 3 اكس. هيدي هون مثلا الاكسبوننشال بس يكون مضروب برقم ما يلبتكم هذا الرقم، هذا النمبر بضله موجود محله عادي. وهيدا هون الاي باور 2x هي 1 اوفر a يعني 1 اوفر 2، فدغري فينا نحطه 2 اوفر 2 مثل ما شايفين انتوا، او فيك تطلع ال 2 لبرا يعني اي 2x وبتصير اي 2x. هلا اوكي اللي بيشوف اوان براسه اي 2x في حطها ما في مشكله، يعني اللي بيشوف انه الديريفاتيف انه ال 2 اي 2x هي الديريفاتيف ده الاي 2x في حط اوان اي 2x كمان ما عندي مشكله. بس هلا نحن مش هدفنا هذا الموضوع، هدفنا انه نكون نعرف نحل الانتجرال، بما انه هيدي 1 اوفر 2 وهون في 2 طارت ال 2 خلص صارت اي باور 2 اكس. يعني هون اذا انت حطيت 2 اوفر 2 او اذا انت حطيت 2 تايمز هاف او اذا ما حطيتها اصلا يعني حسبتها براسك انا ما عندي مشكله كلهم صح. اوكي المهم انه هيدي طلعت 1 هلا ما بقى لها قيمه. هلا بتعوضوا اول شيء بدنا نحط محل الاكس هون وهون 1 رح تصير ماينس 3 بلس بتصير براكتس ماينس. انتبهوا هلا هون هوني في تلاميذ شو بفكروا انه طالما هيدي زيرو خلص بلا ما عوض هي طارت. اوعى تفكروا هيك بالاكسبوننشال هالموضوع بضيعكم. لو هولي كانوا كلهم على الارض اكس ايه معك حق كانوا طاروا كلهم مش داعي تعوض، بس انا هوني عندي بس 3 اكس على الارض هيدي اي باور 0. فهمتوا شو بدي اقول؟ فهيدي اي باور 0 بنشوف هي 1 هذا الموضوع انتبهوا عم بحكي عن شيء كثير بنشوفه نحن اغلاط بالامتحانات لتلاميذ حتى شاطرين بينتبهوش لهالمواضيع هي، فانتبهوا منيح من هالقصه. اي باور 0 هي 1 وفي برا ماينس صارت ماينس 1 بتحسبوهم كلهم بيطلع اكزاكت فاليو اي سكوير ماينس 4. هيدا اكزاكت بدك تحولها ديسيمال رح تطلع معك تقريبا 3.38.
اوكي هلا انا بس اول اثنين صراحه احسبهم، بدي اقسم الباقيين تركتهم مثل ما هن بالاكزام. طيب ثالث وحده هلا هون نفس الشيء مثل هول، بس شو الفرق اللي عملته؟ حطيت ديجري 2 بولينوميال مش ديجري 1، والاكسبوننشال هون قوينا شوي الدوز، يعني حطينا 2 ماينس 3 اكس، يعني بلشناها بكونستانت ونعيناها بالاكس، بس حاولنا نلعب هيك نشوف اذا انت بتنغش بالشكل يعني. اوكي بس هي مانا صعبه. 3x2 الانتجرال تبعها هي 3x3 over 2، يعني هي كانها x كيوب، فيك انت تحط قوام قوام x كيوب. ال 4x الانتجرال تبعها هي المفروض 4x2 over 2، 4x2 over 2 بتروح ال 4 مع 2، يعني شو صار عندك هون؟ 2. هون هلا هي المفروض minus 6 over ال a، مين ال a هون؟ مش ال 2. تبعتوا شو بدي اقول؟ في عالم بتفكر الاولى انا هي حطيتها كرمال غشك بهالموضوع، هيدي بدك تشوفها انت هيك ماينس 3 اكس ماينس 3 اكس بلس 2. فهمتوا؟ انتبهوا منيح من هالموضوع. الاي هو المضروب بالاكس مش انه الاول، المضروب بالاكس هون من هو ماينس 3، فماينس 6 اوفر ماينس 3 حيصير شو بعد شوي؟ بلس 2. انا هون حطيت لك اياها تركتها ماينس 6 اوفر ماينس 3، بس هيدي كلها على بعضها فيك انت كنت اوام تحطها شو؟ بلس 2، ما في مشكله. بس انا هون عشان تفهموا انتوا هلا ايش تركتكم اياه يعني. وهلا بتعوضوا، اول شيء بدنا نحط محل اكس 0، ثاني شيء بدنا نحط محل اكس ماينس 1. هلا اذا بدكم لتكسبوا وقت بس تعوضوا محل الاكس 0، اذا الاكس موجوده كبولينوميال على الارض فيكم ما تعوضوا فيها بمره، يعني خلص فيكم تعتبروها تتجاهلوها كانها مش موجوده، يعني خلص انت عارف هلا 0 كيوب هي 0 و0 سكوير تايمز 2 هي 0، ففيك تعوض الزيرو بس هون، يعني انا هول اللي كتبتهم الزيرو مع الزيرو ففيك انت ما تكتبهم هذا. فبسرعة شو بتصير؟ 2e to the power 2 هي 2e square، بس يعني الأولى بس هي 2e square. كل ما وفرتوا كتابة كل ما كان هيك أحسن لإلكم calculation. بس هون انتبهوا هلأ للماينس 1، أنا نحط ماينس ونفتح براكت لأنه في عندي change sign. هون ماينس 1 كيوب هي ماينس 1 لحالها، يعني هون بنصحكم بالنيجاتيف نمبر بس تعملوا سبستيوت، تعملوا سبستيوت تيرم باي تيرم، بنصحكم فيها الشيء. أوكي؟ لأنه ممكن يضيع تنس. هيدي هون مثلا ماينس لماينس 1 سكوير بتضلها ماينس في 2 طبعا هون، يعني ماينس 2 ما بتروح الماينس هون لانه ماينس 1 طارت مع السكوير هون صارت بلس 1، بلس 1 تايمز ماينس 2 بتضلها ماينس 2. وهون اذا بتحط محل الاكس ماينس 1 راح تصير ماينس 1 ضرب ماينس 3 هي 3، و 3 بلس 2 هي 5. فاينلي شو بيطلع عندكم؟ من اول براكت طلع عندنا بس 2 اي سكوير، من ثاني براكت بتعملوا تشينج ساين بتصير بلس 3 ماينس 2 اي 5، تركتها مثل ما هي. هيدي على الدسمه اللي بيطلع فكره كثير كبير بالنيجاتيف، يعني بيطلع ماينس شيء كبير لانه اي باور 5 كثير كبير. اوكي؟ شو ماشي الحال يا جماعه؟ كل شيء تمام؟ بنروح على البارت 4. خلصنا هلا من اول ثلاثه اللي هن دايركت ابلكيشن على الاي باور اي اكس بس. هلا حنشتغل اثنين على الاي باور يو، يعني يو برايم تايمز اي باور، ونرجع نشتغل على اليو برايم. صاروا معروفين تقريبا شو هن، قد ما فيني عم رتبهم بشكل معين للتلميذ يفهم القصص. طيب هيدي شكلها اكس اي تو ذا باور اكس سكوير. اول شيء بدي اعطيكم ريمارك على موضوع اي باور اكس سكوير، اسمعوني ليش بدي اقول اي باور اكس سكوير does not equal to e power x كلها سكوير. هولي ما حصن بعض. شو الفكرة؟ هيدي المقصود فيها e power بالإكسبوننت فوق عندكم x times x، بينما هيدي المقصود فيها e power x مضروب بحاله مثلا. تعرفوا الفرق بيناتهم؟ فهاي غير هاي كليا، ما له علاقة بعض. يعني هون بس عشان ما تفكروا هالقصة انه باور لا باور ففينا نحطها هيك. فهمتوا؟ هيدي يعني بتطلع اي باور تو اكس، يعني هون اذا بتحسبها. الاي باور تو اكس ما بتساوي اي باور اكس سكوير. اتفقنا؟ لانه في تلاميذ هيك بيتزاقوا بيظبطوها هيك بتصير اي باور تو اكس، فبيعتبرها انه صارت هيدي اي فبتصير 1 اوفر اي وما بعرف شو. اوعى حدا يعمل هيك. اوكي؟ فبس حبيت اعطي هذا ريمارك انه هيدي المقصود هي الاكسبوننت للاي هو كله شو؟ اكس سكوير. هون بطلنا هلا عندنا ايكويشن اوف سكند اوف فيرست ديجري، يعني ما فيني اطبق القاعده تبع ال1 اوفر اي، فهون بدي اضطر اسميها شو لهيدا اللي فوق. واليو هون ما بتسموها مع الاكسبوننشال، بتسموها بس الاكسبوننت، لانه هي الرول اللي عم نستعملها هلا بهو اثنين هي يو برايم تايمز شو؟
اي باور يو، يعني الاي انا بدي اياها تضلها موجوده بالانتجرال. اوكي، فانا مين بدي اسمي اليو؟ الاكسبوننت. فهون اليو مين بسميها؟ الاكس سكوير. هلا انا هدفي من اليو بس بدي اجيب يعني اليو برايم بدي بينهم، هذا هو هدفي. هي رح تبين لحالها ما تعتبرها. انت هون لما بتجيب اليو برايم رح تطلع معك شو؟ 2x. تجي بتطلع فوق، لو في هون 2x كنا حطينا اوام يو برايم، بس بما انه ما في 2x في x، جيب الاكس هون تطلع عندكم شو؟ هاف يو مثل العادي. بتحطوا هلا الهاف يو برايم بقيمتها هون، بتطلعوا الهاف لبرا، وهيدي بتصير اي باور يو، صارت بهالشكل. مش الحال؟ طبعا هون انا في عندي غلطه في دي اكس اكيد. دائما طالما عم ليكوا هذا الموضوع بدي احكي عنه. هلا ليكوا يمكن باول كويز، ممكن باول كويز لانه اول مره بتعملوا كويز ممكن مرقها يعني ما حاسب عليها، بس لبعدين بدي حاسب عليها. طالما عم تكتبوا انتجرال بدكم تكتبوا دي اكس. اكتبوا لها او دي تي او دي يو يعني حسب الفاريبل عندكم. هلا نحن الفاريبل دائما عم بتكون دي اكس. بس تطلعوا من الانتجرال ساعتها بتبطلوا تحطوا دي اكس. وعلى فكره في تلاميذ بفكروا انه بس يطلعوا بضلهم كاتبين على الانتجرال، يعني في كمان في ناس بيعملوا هيك مثلا هون بيطلع انتجرال هاف اي باور يو، هيدي كمان كتابه غلط. خلص لو ما راح تكتب انتجرال خلص منها الانتجرال. يعني بس تجي لتحلها كفورمولا، يعني هون مثلا لما عم بتحلها انت انه هي اي باور يو خلص تحررها من الانتجرال، ما عادش بحط انتجرال ما عادش بحط دي اكس. بس طالما في السيمبل تبع الانتجرال، طالما في عندي بقلبها دي اكس. اوكي، هذا موضوع دربوا حالكم عليه بليز. بعرف بتزهق الخبريه انه ضلكم تكتبوا دي اكس دي اكس بس بدكم تكتبوها. ماشي؟ طيب هيدي هون هاف انتجرال يو برايم تايمز يو. هلا صار فيني حلها يو برايم تايمز يو هي طبعاً. طيب هاف هلا برجع بحط اليو بقيمتها، يعني هاف اي باور اكس سكوير، وبعوض محل الاكس 1 ومحل الاكس 1. هون على فكره بالسبستيوشن الشغل اهين من اللي فوق. يعني ليكوا شو الفكره؟ فوق البريمتيف يعني الانتجريشن اهين بس الكالكوليشن اصعب بس تعمل سبستيوشن. هون العكس، هون الكالكوليشن هو الاهين بس انه في شغل بالبريمتيف، يعني بدك تقول لت يو لتجيب اليو برايم لتظبطها، فيها شغل اكثر من فوق. فهمت كيف؟ يعني انت هون لتوصل للجواب فيها شغل اكثر من فوق، بس لتحسب الجواب هلا شوف قد ايه اخذت ستات. خلصت لك شو كيوت، يعني لك شو مهضومي، خلص خلصت هون فوق. وين كنا عم نحط براكت للاولى وبراكت للثانيه ونرجع نشيل البراكت لانه كبيره كانت هون، بس انت عم بتعوض محل الاكس موجوده مره واحده هون بس. تخيل راح تصير هاف اي تو ذا باور 1 سكوير هي 1 يعني هاف اي، خلص ال 1 بشيلها يعني اللي هي. وهون اذا بتحط محل اكس ماينس 2 ماينس 2 سكوير هي خلص. هذا اكزامبل ضاع الموضوع، ما بدها شيء كبير ضاع. فهمنا؟ يعني الجواب هون ما بنعاني فيه بالكالكوليشن. اوكي؟ طيب في شيء حدا عنده سؤال على بارت 4؟ اذا انا هيدي اللي ما عرفت حلها على فكره. بارت 5؟ 4 4 فور ما عرفتها والفايف عرفتها؟ اه يعني انت شفت لما قلت لك امبارح بلا مخ بتزعل كمان؟ كيف يعني كيف يعني الفور ما عرفتها شو ما لما الفور هي زيد الرول ما كنت عم بعرف ليه الرول. طالما انت فاهمين فكره الاي يو هي عم تقول لك واضحه انه الاكس هي بتجي من ورا الديريفيتيف للاكس سكوير، انه كثير واضحه يعني. ولو ما شفت الرول قدامي عيسى ما ولو حلل الفار فور ولو وين عيسى معنا؟ ايه مستر عيسى بيطلع معنا انا ما بعرف ليه شو ما سمعت عيسى عم تحكي معي انت؟ لا ما عم بحكي بلا هيدا عم تحكي ليش طب ما اسمك عم تحكي زينك كمان طيب نجي للي بعده بارت 5. هيدي شكله هيك مزعج بس حتشوفوا هلا قديش القصه سهله اذا انت بس انه يعني في عندك تجربه بتعملها. ليكو بنصحكم شغله، بس يكون في عندكم عم تحلوا انتجرال لشيء فيه بقلبه اكسبوننشال، بس كل ما كان معقد الاكسبوننت هون كل ما كان كانه عم بيقول لك انه خدني انا از اي يو وجرب. فهمت كيف؟ يعني انا هون عندي e to the power 2 minus ln x plus 1. هاي اللي بيجي بحملها كلياتها وباخذها بسميها شو يو. شو بصير معي؟ ليه؟ لانه انا بعرف بالانتجريشن في عندي قاعده يو برايم تايمز اي باور يو، ما عندي غيرها اصلا.
يعني شو هي الرول على الاكسبوننشال بالانتجرال؟ في يا هاي يا البارتيكولر كيس اللي هي اي باور اي اكس بلس بي. طيب الاي باور اي اكس بلس بي هون مش ظابطه، ما عندي بولينوميال هون، الاكسبوننت فيه لوغاريتم، فانا ما عندي حل غير اني اخذ اليو واتامل انه اليو برايم يبين برا. هاي بجرب حظي، هاي شوف كيف لحالها هلا حتتسيسر. اذا اخذت اليو هي 2 ماينس 10 اكس بلس 1، انت بس هون مطلوب منك تعرف الديريفاتيف لللام. شو قاعده الديريفاتيف لللام؟ مش يو برايم على يو، يعني الديريفاتيف لهي اللي جوا اللي هي 1 اوفر بقسمها باليو حالها. هي طبعا اليو هون غير اليو اللي عم نحكي عنه هون، ها منضيع هي شكلها لان اوف يو. الديريفاتيف بتاعتها يو برايم يعني 1 اوفر اكس بلس 1، في ماينس برا يعني ماينس 1 على اكس بلس 1. خلص هون شو عندكم بالانتجرال؟ انتم مش عندكم 1 اوفر اكس بلس 1؟ هيدي كلها ياتها حط محلها شو هلا فرقت بس على ماينس، يعني حط ماينس يبان معك لك شو بتصير. على فكره هالانتجرال هيدي انديفاينايت، ايه انديفاين ما في، يعني هي عادي بتنتهي هلا بلس سي، يعني مريحه كمان من الكالكوليشن. فهلا شو بتصير؟ محل هون ال1 اوفر اكس بلس 1 حطينا ماينس يو برايم، وهيدي هي بتضل اي باور يو، حلت لحالها طلع الماينس تبع الرا، صارت ماينس اي باور يو يعني ماينس تحت. على فكره هيدي كان فيني بعد ظبطها كمان، بس ما كان استنى هاي اسال يا اسال. هيدي بتطلع على فكره اذا بدكم، اذا بتقسموها اي سكوير ماينس بتصير ماينس اي باور 2 على اي باور لان اكس بلس 1 اي باور اي ماينس بي، مش اي باور اي على اي باور بي بقاعدات الاكسبوننشال. بله ماينس طلعتها برا، هيدي اي باور اي ماينس بي، يعني اي باور اي لحالها over e power b، والe power b e power lan بتروح الe مع lan، يعني هيدي كلها على بعضها من هي بكل بساطة تحت هيدي x plus 1، يعني إذا بدكم هي بتطلع minus e square على x plus 1 بس. بس خلص هلا نحن تركناها ماشي، بس حبيت حط وحدة بيناتهم، هي طعم وحدة بيناتهم تكون فيها plus constant، هيدي بس كي لا ننسى، يعني مش ننسى إنه بس تكون الانتجرال عندي finite وأنا أحط plus constant، لأنه يعني من هلا عم بقول أكيد أنا رح مرق كم انتجرال بيناتهم يكون عندي فاينل. من جهه بريحك بالكالكوليشن، ومن جهه بدي اياك تكتب لي بلس سي، لانه اذا ما كتبت بلس سي بنشل لك علامات بالدوله هاي. اوكي يا طيب نحن هلا خلصنا كل شيء على يو برايم تايمز يو، وهلا الباقيين اللي هم اكثر شيء انا عم ركز عليهم، يعني هول تقريبا بكل ابلكيشن وبكل اكزامبل بحكي عنهم، هذا لسبب انه هن كثير بينطرحوا كفانكشن بالامتحانات الرسمي، يعني هولي على نسق 6 7 8 هولي اكيد جايكم، اكيد التلميذ حيكون متوقع انه جاي منه. طيب هون هلا بهول 3 بارتس الباقيين طلعوا اصلا هي فراكشن، شو في شيء مميز فيها؟ ما في اكسبوننت، في فراكشن، والحلو انه الاكسبوننشال على النيميريتور والدينوميتور عندهم سيم اكسبوننت دائما، يعني هيدي البارت 6. طيب رح انزل معكم لتحت بس افرجيكم اياهم كلهم لتحت بعض، هلا برجع بطلع لكم هيدي البارت 7 طلعوا شو عندكم الاكسبوننت هون بالبارت 7 اي باور اكس، وهون كمان اي باور شو والبارت 8 اي باور 2 اكس، وهون اي باور اكس. بس يكون عندكم اكسبوننشال على النيميريتور وعلى الدينوميتور ويكون عندهم سيم اكسبوننت، بدكم تفكروا ساعتها بتاخذوا اليو مين الدينومينيتر كرمال الدينومينيتر الديريفاتيف تبين. ليه؟ لانه بالاكسبوننشال بالاي باور يو بس تاخذوا الديريفاتيف تاعيتها رح يرجع يبين اليو الاي باور يو، يعني هي بتطلع يو برايم ضرب شو؟ ضرب اي باور يو، يعني رح يرجع يبين فوق. هي اللعبه فهمتوا؟ طيب نرجع لفوق هلا للبارت 6 بس هن عشان قلت لنا ناخذه اذا كان كبير نو باور ما في باور لتاخذ كبير وصغير، هون بتاخذ الدينومينيتر بس. اوكي فهون مثل ما شايفين رح ناخذ اليو هي الاي باور ماينس اكس بلس 1. مجرد ما تفكر هيك خلص انت هلا حليتها، لانه هلا انت بس عندك امل انك تلاقي اليو برايم فوق، واليو برايم رح تبين بسهوله فوق. لما بتاخذوا الاي اليو هي اي ماينس اكس بلس 1 جيبوا اليو برايم شو بتطلع الديريفاتيف للاي باور ماينس اكس؟ ماينس اي ماينس اكس. فرقت على ماينس بودر ماينس على ثاني جهه، فصارت الاي باور ماينس اكس هي مين؟ ماينس يو. يعني بس مطلوب منك هلا تحط هون محل الاي ماينس اكس شو؟ ماينس يو برايم، وتحت تحط محل يو، فصارت هي الانتجرال ماينس يو برايم اوفر يو. الماينس بحطها برا، صار عندي لان يو، ها
هون مثل العادي بس بتعمل سبستيوشن اليو بترجع بتحطها without absolute value. واصلا هي positive يعني. فصارت minus then من هي اليو هون e minus x plus 1. أيوة. هلا هون انتبهوا لشغلة بس حتكون مشتركة للكل حشوفوها. minus اول شيء حنعوض محل الـ x1 راح تصير minus then e power minus 1 plus 1. أيوة. هون انتبهوا بس يكون الـ antiderivative بالنيجاتيف يعني الساين تبعه minus راح ترجع تصير الثاني بلس لانه ماينس ماينس هلا شو هون بلس. هيدي الكل فهمها يا صبايا يا شباب لانه ماينس لهيدا فماينس لهيدا شو حيصير هلا هون بلس. برجع بحط محل اكس 0 هلا بتصير لان اي 0 بلس 1. حرجع اكتبها هيدي الاولى هي ماينس لان اي تو ذا باور ماينس 1 بلس 1 هلا هي خلصت لهون بلس لان يمكن يمكن اغلبيتكم اللي حضروا هون بتوقفوا هون ما في مشكله هي صح لأنه يعني E0 هي أول شيء لتفهم من رشتة 2 E0 هي 1 1 plus 1 جوا شو 2. بس أنا حابب أذكركم بقاعدات لن A minus لن B equal to what بديش ياكم تنسون إحنا بعد عم نشتغل function هي لن لمين ل A over فهوني هايدي عندي لن 2 minus لن لهيدا فبصير لن لمين ل 2 over هيك بيطلع شكله احلى يعني بيطلع شكله اريح مريح اكثر يعني لان لا تفرحش وبدك تتركه مثل ما هو هيك كمان ما في مشكله مش الهدف انه انا انه والله بدي شغلك انا صراحه هون كان هدف انه بدي اذكرك بقاعدات اللوغاريتم او لان اي ماينس بس هيك لانه كثير هون دائما حيضرب يعني بهيك انواع عند الانتجرال دائما حيكون لانه ليكو دائما راح يكون حيطلع الجواب لان صح لان بتوين تو نمبرز حيطلع لان للي فوق ناقص لان للي تحت يعني دائما حيكون عندك هذا الشكل يعني هلا بالثلاثة 6 و 7 8 حيطلع عندك هالكور ما بيطلع عندك اونلي اه ايه هاي لان اي اوفر بي عم بقول في بلس ماشي هي ماينس بلس نفس الشيء بلس ماينس طبعا كمان اللي بحب يتاكد على الكالكوليتر اذا بتحسبوا هذا الفاليو قد ايه بيطلع بتقارنوه مع الانتجرال اللي هون حيطلع سين اس مثل العاده انا اعتبرت انه علمتكم طريقه الكالكوليتر عشان يلا 7 و 8 كمان مثل بعض على السريع لأني بلشت جوع أنا بدي أروح تروى طبيب هون هيدي هون بارت 7 integral between minus 2 and minus 1 أكتر شيء مزعج بالintegration لما بيكون هول الأرقام نيجاتيف أو وحدة منهم على هي نيجاتيف عادة السبستيوشن للإكس بالنيجاتيف شوي بتزعج التلميذ بالكالكوليشن فانتبهوا منه حطيت لكم أكتر شيء مزعج أنا هون let u مع إنه هون الإكسبوننشال سهل يعني هي والبولينوميال مزعج صراحة let u equal e to 2ex plus اول شيء الكل صار يفهم على السريع ليه عم بياخذ هيدي اليو لانه موجوده وين على الدرمين اذا بتجيبوا اليو برايم شو راح تكون 2 اكس 2 اكس فوق ما في 2 بقسم ب 2 او الاثنين بصير اي اكس ايكوال هاف طعم هلا بحط محل الاي اكس هاف يو برايم صارت الهاف تطلع لبرا يو برايم اوفر يو يعني هاف لان يو يعني هاف لان ل 2 اكس بلس انت لهون بس هتفهم بكره كيف بنحسبكم احنا على العلامات انت بكره اللي بيوصل لهون يعني لهون تحديدا بياخذ اول جزء من العلامه يعني عرف يحل انتي ديريفاتيف يعني عرف يطلع من مين من الانتجرال هون بياخذ نص العلامه لحاله يعني اذا هالبارت علي علامه انت لهون بس اخذت نص علامه وعلى السبستيوشن وعلى الكالكوليشن نص علامه يعني ربع على السبستيوشن وربع على الجواب او اذا علي هيدي علامتين بتاخذ علامه هون وعلامه على الجواب ويمكن اوقات اكثر يعني اذا الانتي ديريفاتيف في شغله اكثر يمكن اعطي علامه ونص على الانتي ديريفاتيف ونص علامه على الجواب انا اللي بيهمني الانتي ديريفاتيف يعني بيهمني تعرف تطلع من النتيجه فهمت كيف؟ فهلا بعد ما حطيناها بدك تعمل اليو وتحطها بقيمتها وترجع تعمل سبستيوشن كثير سهل السبستيوشن هون ولا شيء الاكس لانها موجوده مره واحده بس تغيرها فبتصير هاف لان 2e minus 1 plus 3 minus half lan 2e minus 2 plus 3 طيب لهون خلصت بس كمان لتسهيل الامور اذا باخذ half common factor راح يطلع شكل ولان minus lan هي lan a over b كمان lan a minus lan b فبرجع بحطها lan لشو هيدي lan لa over b هي صارت half lan هيدي ال a وهي ال b اوكي هذا بيطلع شكلها اركب ماشي طيب اخر شيء نفس الخبريه بس هالمره عندي e power 2x وهالمره حطيت لك 6 over
عشان ما تفكروا دائما هاف وهاف ما بعرف شو، الله بضرب مش بقسم. يعني نحن دائما عم نتعود نقسم، بس هلا هون حنضرب. شوفوا اذا اخذت اليو هي اي تو اكس بلس 2 راح يطلع اليو برايم شو هون 2 اي تو اكس. طيب انا بدي احصل على 6 اي تو اكس، شو بعمل بال 2 اي تو اكس لتصير 6 اي تو اكس؟ هون وي مالتيبلاي باي شو؟ باي 3. صارت هلا 6 اي تو اكس ايكوال تو 3. او ممكن التلميذ من الاول يطلع ال 6 لبرا، ساعتها هون بيرجع بيقسم ب 2 بترجع تطلع 6 اوفر 2 يعني three. نفس الشيء. المهم انا هلا اللي عرفته انه محل هيدا اللي فوق شو بدي احط؟ بدي احط 3 يو برايم. هي 3 يو برايم على يو، طلع 3 لبرا صارت 3 لانه يعني صارت 3 لانه هاي. هلا اللي فاهم اللعبه بالبارت 6 وبارت 7 على فكره صار فيه اذا بده ينتقل من هون لهون او هون، اذا بلشت تفهم اللعبه يعني هي 3 لان لهي اللي فوق على اللي تحت بقلب اللعبه. يعني هون بيحسبها سكوير بلس 2 اوفر اي 0 يعني 1 بلس 2 3. بس هيدي بكير عليها مش مشكله. هلا انا بيهمني اعمل سبس مع 3 لان اذا وقفنا هون غلط، اذا وقفنا محل عندها لستارت عندك صلي ساعه بالفن. هذا الجواب شو ما كان يكون صح، بس انا بدي اياك تتدرب على الشكل هيك يعني يطلع الجواب احلى شوي. هون في شغله اوعى حدا يجي يفكر يعني يكون مثل رئيس نادي برشلونه ويجي يعمل سيمبليفاي بالثري مثلا. فهمتوا كيف؟ يعني هيدي الثري اللي قاعده جوا بقلب اللان ما لها علاقه بمين؟ بهيدي الثري اللي برا. اوكي؟ فانتبهوا له منيح لهون. ثري. حداش يكون غبي كثير يعني. بس اسمح لك غبي بس مش لهالدرجه يعني. يا ازعجناكم بهالقصص هيدي، بس انه الهدف انه يصيروا سهلين لهم. بترجعون منيح حول الاسئله الثلاثه اللي حليناهم. هلا حرجع بعثت لكم اياها على الكلاس روم، انا صار الشيء موجود بشيء الاسئله. هلا يمكن حول يكونوا كافيين خلص، بس اذا بدكم كمان رجعوا حلوا شيء من الابلكيشن اللي عملناه. اوكي لتكونوا محضرين. تمام. ثلاثه مثل العاده بدنا نفتح زوم ونطلع زوم. اي حدا بده يتحدث بدي احط له ماينس 5 من 10 10 بدي حانا 10 بشيل له 5 علامات. اوكي عندك عقدة مع الخمسة يا أستاذ. الله يوفقك إن شاء الله. والله لو قادر طالع هلا شو كنت بعمل فيه. يا حدا عنده سؤال يا جماعة؟ أستاذ أنا الكويز هول بزيادة صح اللي عم نحلهم معك؟ أنا بالنسبة لي أنت ما تدرس بديش إياك تنجح أصلا. نصيحة. يا شو خلصنا اليوم؟ لا تمام. يا أستاذ كيف حالك؟ Have a nice weekend. طالما انبسطت بالبهدله اللي تعيد احمد اليوم. يا يعطيك العافيه استاذ. يعطيك العافيه استاذ.